سمعت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من 4 زوجات، كيف ذلك والشرع أباح 4 فقط؟ لا، هو الشرع لم يبح 4 فقط، هو أباح 4 فقط لك، هو أباح 4 فقط لك، يعني أنت اللي أباح لك 4. أما رسول الله فمن خصائصه أن الله قد فرض عليه قيام الليل ولم يفرضه عليك، وأن الله قد فرض عليه الأضحية ولم يفرضها عليك، وأن الله أباح له من النساء ما أباح ولم يفعل ذلك معك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصة، هذه الخصوصية ليست لأحد في الأمة. وأن رسول الله لما انتقل إلى الرفيق الأعلى حرم على زوجاته أن يتزوجن غيره، وده مش يعني موجود في نساء العالمين، واحد مراته هو يموت أم مراته ما تتجوز بعديه، ما ينفعش، ده الرسول الله بس، فله أحكامه.